السبانخ نبات مهم جدا، كنز من كنوز الصحة ومنجم من ذهب، كله فوائد مهمة للجسم. حلقة النهاردة هتكلم فيها عن 5 فوائد مهمة جدا للسبانخ، هتفيدنا بدرجة كبيرة في فترة الشتاء. تابعوا معانا الفيديو للآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وعافية. فيديو جديد من فيديوهاتنا المهمة جدا لصحتنا، هتكلم فيها عن 5 فوائد مهمة جدا لنبات السبانخ، هتفيدنا بدرجة كبيرة في فترة الشتاء. أول فايدة مهمة جدا، غناء فيتامين سي، وفيتامين سي مقوي المناعة. لكل الناس اللي بتشتكي من نزلات البرد وعندها مشاكل في الجهاز التنفسي، مهم جدا يبداوا ياكلوا نبات السبانخ، لانه ده هيقوي المناعة بدرجة كبيرة جدا، وهيحميهم من نزلات البرد وهيحميهم من مشاكل الجهاز التنفسي. الفايدة التانية المهمة جدا لنبات السبانخ، ان هو بيحافظ على صحة الجلد في فترة الشتاء، غني بفيتامين ألف وفيتامين إيه اللي بيحافظوا على صحة ومرونة الجلد، بيجنبونا من مشاكل الجلد في فترة الشتاء، فمهم جدا نبدا ناكل نبات السبانخ. الفايدة التالتة المهمة جدا لنبات السبانخ، غناء الحديد، والحديد معدن مهم ومهم جدا لصحة الجسم، يساعد في انتاج بروتين الهيموجلوبين لنقل الاكسجين لجميع اجزاء الجسم واعطاء الجسم الطاقة والصحة والحيوية، مهم جدا اثناء فترة الشتاء. الفايدة الرابعة المهمة جدا، كل من عايز يخسر وزنه في فترة الشتاء فبنقدم لك نبات السبانخ، لانه مهم جدا ويساعدنا ان احنا نخسر وزننا، وغني بالالياف هيساعد كمان ان احنا نهضم بسرعة الاكل، ويبدأ الجسم يستفاد من الاكل ويهضمه بسرعة. سعرات الحرارية قليلة جدا، ممكن الكوباية الواحدة تصل الى 40 سعر حراري. والفايدة الخامسة والفايدة الاخيرة لنبات السبانخ في فترة الشتاء، غناء بمعادن زي الكالسيوم وزي البوتاسيوم وزي المغنيسيوم، ودي من الحاجات القوية جدا اللي بتحافظ على صحة العظم والعضلات في فترة الشتاء. الناس اللي بتعاني من مشاكل في العظام فترة الشتاء، والناس اللي بتعاني من شد في العضلات ومشاكل في العضلات، بقدم لكم نبات السبانخ من الحاجات المهمة جدا اللي هتحمي العظام والعضلات في فترة الشتاء. فكل الناس تبدأ تهتم بالسبانخ وتدخله في وجباتها اليومية، علشان نبدا نحس بتحسن باذن الله كبير في صحتنا. يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه وعافيه. كنت معاكم دكتور احمد مكاوي، دكتور العلاج الطبيعي والتغذيه. ما تنساش تفعل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل، عشان يوصلك مننا كل جديد واشعار بكل حلقه، وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر ويوصل لاكبر عدد من الناس، وتعمل شير عشان اكبر عدد من الناس يشوف الحلقه ويستفيد. باذن الله القاكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا المهمه جدا لصحتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.